الطموحات لا عائق لها. روان تتفقين وما تتفقين؟ 100% 100% يا عبد الرحمن. علشان كذي لا عائق نقدر نقول امام الطموحات ولا بديل عن معانقة السحب، وهذا ما اكده لنا الدكتور فواز العنزي بعد حصوله على درجة بروفيسور امراض القلب والباطنية من جامعة ديوك. سنوات عديدة امضاها في المطالعة والبحث للوصول الى هذه الدرجة العلمية. باسمكم مشاهدينا نرحب عبر سكايب في ضيفنا الدكتور فواز العنزي، بروفيسور أمراض القلب والباطنية من جامعة ديوك من الولايات المتحدة الأمريكية. نقول لك مساك الله بالخير بتوقيتنا دكتور، وصبحك الله بالخير بتوقيتك. صبحكم ومساكم الله بالخير، مساء الخير على الكويت الحبيبة، مشاهدينكم الكرام، مشكور على هذه المقدمة الطيبة. طبعا قبل البدء والتكلم عن هذه المسيرة الموضوع، أبدأ بالتحية لسيدي صاحب السمو أمير دولة الكويت بابا صباح، عسى الله يحفظه ويطول عمره، وكل ما احنا فيه إن شاء الله كله من تعليماته وقيادته. والمسيرة كانت شوية طويلة وتكلم فيها، أذكر فيها والدي. طبعا والدي هو جندي عسكري بالكويت، طبعا في وزارة الدفاع بما يقارب 40 سنة، ما شاء الله. علمنا فيها الإصرار والمقاومة، وعلمنا فيها حب العمل مع الآخرين، وعلمنا فيها عدم الاستسلام، وعلمنا فيها الانضباط. يعني اتكلم اليوم عن بيت فيه 7 أطباء، كلنا أطباء. أذكر فيها أخوي، نمسي على أخواني بالخير، أخوي خالد طبيب الأطفال مستشفى العدان، أخوي طريف العنزي طبيب جهاز الهضم والكبد والمناظير مستشفى هادي، أخوي وليد طبيب أمراض القلب وقسطرة القلب مستشفى هادي، خواتي الثلاثة مستشفيات الكويت أسنان. هذه المسيرة كلها بناها هذا الرجل، ما شاء الله ما شاء الله، تبارك توفيق الله. رب العالمين. طبعا اليوم لما انهيت دراستي في اختصاص القلب والأوعية الدموية من جامعة القاهرة ورجعت لدولتنا الحبيبة وعملت في مركز صباح الأحمد للقلب، المركز اللي بنته الدكتورة فريدة الحبيب ونمسي عليها من خلال قناتكم الكريمة، عملت ما يقارب 2 سنين، وأثناءها كنت في أواخر 20s، وكونت بحث معين ونشرت هذا البحث في المجلة الأوروبية، وسافرت وكانت الأمور على حسابي كلها. دكتور مسيرة حافلة يعني ما نقدر يعني اليوم نوفيها في هذا اللقاء، لكن اليوم ظهورك معنا في هذا اللقاء في كويت اليوم عبر شاشة تلفزيون مجلس الأمة، حابين من خلالها أول شيء نبارك لك، ما أعطيتنا فرصة نبارك لك حصولك على هذه الدرجة العلمية البروفيسورية نقدر نقول، فنبي نعرف والمشاهدين كذلك يبون يعرفون اليوم على إصرارك وحصولك على هذه الدرجة، يعني الكيفية والمهارات اللي من خلالها قدرت توصل إلى هذه الدرجة. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. من الحماس أتكلم أنا دائما كذي، يقول لي أنت فواز حماسي. طبعا بعد أكرر، بعد الانتهاء من اختصاص القلب والأوعية الدموية وعملي في مركز صباح الأحمد للقلب وإنتاجي بحث معين ومسيرتي في 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 بحثي وروحي، يعني سافرت لألمانيا وناقشت هناك، كان في وفد من جامعة ديوك دار بيننا شوية نقاش، عادة النقاش يقعد تقريبا حوالي 15-20 دقيقة، طال لمدة نص ساعة، فبالحوار هذا شوية صار كلام جدل، اختلاف وجهات النظر، وهذا أمر طبيعي في الطب. لما رجعت الكويت بعدها تقريبا في 2 أسبوع حصلت على إيميل منهم يقول لي تحب تكمل عندنا بحثك في جامعة ديوك وإحنا نتكفل في كل المبالغ المالية. وأنا لما أتكلم عن المبالغ المالية المواضيع أكثر من مئات الآلاف من الدولارات. الحمد لله أول سنة ونشرنا 4 أبحاث منا في أكبر مجلات القلب، ما شاء الله، كانت مسيرة حافلة والحمد لله رب العالمين. طبعاً ومن بعدها قالوا لي لا ما نبيك ترجع، هي كانت الفترة المفروض لسنة، لكن قالوا لي لا تقعد معانا ممكن تكمل. وأكملت 5 سنوات في إيكو القلب، وصلت من إني أتعلم إلى تعليم عندهم، يعني من التعليم إلى التدريس، صرت أدرس عندهم في كل يوم جمعة يسمون الجمعة مع الدكتور فواز. وبعدها بعد ما أتقنت، يعني إيكو القلب مو بس إنك تحط الجهاز وتطالع، إيكو القلب فيه كثير من الفيزياء وكثير من المعلومات. بعدها انتقلت لقسم الرنين المغناطيسي على القلب ديوك، للعلم فقط تعتبر المركز الأول بالعالم بلا منازع في تصوير القلب بالذات بالرنين المغناطيسي، يعني عشان يكون الكلام واضح. 2 سنين من التعليم عندهم، وبعدها علشان أكمل كل فحوصات القلب انتقلت إلى الأشعة المقطعية، قسم الأشعة المقطعية للقلب، وأكملت في 1 سنة كاملة. ف8 سنوات من الأبحاث من التعليم إلى التعلم، علاقات متبادلة، الحمد لله كان الأمر جدا. أنا صعب، هي 22 سنة طبعا كل المدة
صعب اليوم أقول لكم إياها في دقائق معدودة، لكن هذا باختصار شديد. صحيح. دكتور فواز، يعني أنت ما تتخيل إحنا فرحتنا وإحنا قاعد نسمعك تكلم كل هالحماس. إحنا متحمسين من بداية اليوم ترى أن نوصل معاك لهذا اللقاء بهالساعة. فخر أنت واحد من عيال الكويت، وصلت باجتهادك، وصدقني دكتور إحنا متأكدين رغبتهم وتمسكهم فيك في جامعة ديوك، لأن شافوا فيك أكيد البوادر الحماس والرغبة في التعلم. ويمكن مثل ما قلت كانت الفترة المفروض تكون سنتين لكن امتدت وصاروا طماعين وخذوك منه، يعني أنت الحين عندهم، لكن إن شاء الله ترجع لنا الكويت وتشرفنا، وأيضا أكيد متأكدين أن أسرتك كلها متشرفة في إنجازاتك. الآن لما نتكلم عن السنوات اللي قضيتها في جامعة ديوك والإنجازات، وأنت تعتبر الكويتي الأول وإذا أقدر أقول ممكن الوحيد على المستوى الكويتي اللي نشرت أكثر من 80 منشور طبي، واسم الله عليك دكتور بعمر 35 وعمرك إن شاء الله طويل. هل كان عندك الرغبة في الصراع مع الزمن أنك تبي تنجز هذا الإنجاز السريع، ولا يتهي صدفة وحبك للعلم أنك أنجزت هذه المنشورات في هذا الوقت القصير؟ هو وقت قصير ووقت طويل، هو وقت صح. طويل، الثمان سنوات تحولت إلى 80 سنة بعدي عن الكويت وعن الأهل، لكن تحولت إلى 8 أيام في عمل هني العمل كله طاقة إيجابية، التعامل مع الناس الكل يدعمك، اليوم لما تسوي أي بحث الكل يحاول يقدم لك كل فرصة. نعم. كانت السنوات عبارة عن ازدهار، وأنا اليوم لو يرجع فيني التاريخ ساعات الإنسان يقرر قرارات حاسمة بحياته، يقرر أنه ينتقل من مكان لمكان ويخاف يكون قراره خاطئ، خصوصا في مسيرة الطب ما في قرارات، القرارات ممكن تكون حاسمة. الحمد لله رب العالمين، أنا اليوم يعني أعتقد كل التوفيق من رب العالمين. يبدأ يومي من صلاة الفجر، وإحنا صلينا الفجر عندنا وأعتقد بالكويت صلاة الظهر عندكم صح، عندنا لما تعجز عن التركيز مو مهم، ما في شيء اسمه وقت، ساعة 5 6 7 8 بالليل متى ما تخلص، لأن هذا أنت تكون الكارير مالك، أنت تكون حياتك ومستقبلك. هذا باختصار الجواب. الشغف يا دكتور فواز، وايد ناس يقولون لو ينشر الشغف كان شريناه، فما بالك الشغف موجود فيك. ويمكن في بداية حوارنا معك ذكرت الوالد الله يحفظه ويطول بعمره، وذكرت أيضا أخوانك وربي إن شاء الله يعطيهم طولة العمر كلهم، ويعني وإحنا فخورين فيهم، ما شاء الله بيت يكون فيه كل هالأطباء والدكاترة، يعني شنو هالكنز. ونعمة من رباك يا دكتور، ومبين من عيونك الشغف وحبك لهذا المجال ورغبتك ان انت تعطي فيه اكثر من ما تاخذ. اذا بقول جامعه ديوك شنو عطت الدكتور فواز؟ شنو عطتك؟ شنو غيرت الدكتور فواز؟ عطتني عده امور. اولا شكرا على الكلمات الطيبه، عطتني عده امور، عطتني وسام جامعه ديوك، هذا الوسام اللي انا اتشرف فيه، لما تكون انت استاذ مساعد في جامعتها وبروفيسور مساعد في جامعتها، لما تكون انت على مستوى العالم تجيك منظمات القلب وتجيك المنظمات الصحيه تطلب منك تكتب بروتوكولات. عطتني شغله مهمه اذا ارجع يوم من الايام للكويت واسويها، عندنا على سبيل المثال ومثال بسيط وانا ما بطول لان اعرف وقت البرنامج محدود، طول يا دكتور، عندنا الله يسلمك، عندنا مرضى البعيد عنكم، مرضى السرطان، مرضى اللي ياخذون العلاج الكيماوي، الحين في كثير من مرضى السرطان يعيشون مدتهم زينه، بس المشكله لا سمح الله الوفاه تحصل مو بسبب السرطان، يعني احنا نسيطر على السرطان بس يبدا اعراض القلب تطلع عندهم. نعم. في اختصاص بامريكا نزل صار له 10 سنين يسمونه القلب السرطاني، الطبيب اي مريض ياخذ علاج كيماوي لازم يمر بعض ادويه العلاج الكيماوي، عشان اكون دقيق لازم يمر على طبيب القلب يسوي له تشيك اب على القلب، وبزياده كل جرعه، وبعد مرور كل 3 شهور لازم يمر ويشيك على القلب. هذا اللي ابي ارجع يوم من الايام للكويت وافتح اختصاص جديد، كل مرضى السرطان الحين يعيشون طويل لكن سبب الوفاه سبب الوفاه الاول، وهذا مو كلام هذه دراسات، يكون القلب. فاحنا اليوم اذا سيطرنا على هذا نعطيهم عمر طويل، والله يبعد عنا وعنكم المرض. يا رب يا رب. نعم يا رب ان شاء الله تنقل لنا هذه الخبرات اللي تعلمتها دكتور من ابحاثك ودراساتك. بالضبط ان احنا محتاجين الى مثل هذه الخبرات، الى ان تكون موجوده في الكويت، والى ان تفتح على يد اشخاص ماهرين مختصين متخصصين في مثل هذه الامراض. فان شاء الله يا رب دكتور ممكن تنقل لنا هذه الخبره الى الكويت. لكن انت ايضا دكتور شاركت في كتاب خاص اليوم في تخصصك، فنبي نعرف هذا الكتاب وشنو تناول عن المواضيع. اجتمعت عده بروفيسوريه، هو كتاب مشترك بيني وبين تقريبا 12 بروفيسور. كتابنا موسوعة، أنا ما أقدر أسميه كتاب، هو موسوعة، أنا ما يحضرني الكتاب عندي هني، لكن هو كتاب يتكون من تقريباً 1500 صفحة يلم كل فحوصات القلب اللي هي بجهاز قلب الإيكو على القلب وكل الأمراض، يلم في تفصيل، يتكلم يحاكي الناس اللي هم الناس التكنيشنز، الناس اللي هم مستوياتهم شوية بسيطة، ويتكلم مع الطبيب المختص، يتكلم الطبيب اللي هو مبتدئ ويتكلم الطبيب اللي عنده الخبرة.
هذا الكتاب. واليوم من سنة تقريبا، وأعلنت هذه حتى أعلنت منشور بسنة تقريبا، قعدت مع أطباء هني بالرنين المغناطيسي لعمل أول كتاب باسمي للرنين المغناطيسي، فحص مهم. لكن للأسف عندنا الناس شوية تستصعب لأن فيزياء صعبة، صعبة حيل. فحاولت ألخص كل شيء في كتاب، وإن شاء الله أنشره كل شيء باسم الكويت، كل شيء إن شاء الله يا رب. دكتور، من إجاباتك ما شاء الله عليك وحضورك، الكتاب مبين من عنوانه، فسؤالي بين الحين، لما يتم اختيارك تكون المتحدث الرسمي لمنظمة القلب الأمريكية، واضح اسم اللي عليك، عندك الكاريزما وعندك الحضور وعندك الثقافة، لكن ما هو سهل ترى أنك تكون متحدث وتم اختيارك أن أنت تكون متحدث باسم هذه المنظمة. ياريت لو بس أعرف طريقة اختيارهم لك وشنو شعورك وأنت حامل هذا اللقب أو هذا المسمى. أكرر شكرا على الكلمات الطيبة. طبعا منظمة القلب الأمريكية ومنظمة الصحة الأمريكية، هذول أكبر منظمتين قلب في العالم. اليوم أنا بدأ عندي الشغف من أول ما بديت أعطي محاضرات هني. البروفيسور مالي، المشرف مالي، يلاحظني ودائما يعطيني اللي احنا نسميه الفيدباك، يعني يعطيني مراجعة بآخر كل شهرين ثلاثة نقعد، قال لي فواز أنت عندك حلوة، ليش ما تاخذ نسميه يعني كورس كامل، دبلومه مدتها سنه في القياده، في فن القياده. قلت له بس انا طبيب، يعني ايش دخلني بالقياده؟ قال لي لا، انت قائد في مكانك اللي انت فيه. اليوم لما تشوفون سيدي رئيس مجلس الامه مرزوق القانم يتكلم، كلماته رنانه، لما يتكلم في المحافل الدوليه يتكلم بشيء سهل وممتنع، مو كل واحد يقدر يعيده. هذا الشيء اللي خلانا دائما ناخذ الشغف ونتكلم ونحاول نكون نظهر امورنا بالصوره الحسنه. طبعا اللي ابي اقوله باختصار، لما قالوا لي هذا الشيء قلت لهم فخر، وللعلم فقط واعلنها عن طريق قناتكم للسنتين القادمين، سنتين 2021 و22 هم انا المتحدث، وفي كل شهر اقول ان شاء الله نشر على قناتهم وانشر كل شيء جديد في عالم الطب، وهذا شرف. نعم، عسى الله يوفقك دكتور. وايضا يعني هناك المزيد عندنا من الاسئله، لان من ضمن الاعمال الموكله لك دكتور هي يمكن مراجع أبحاث في أكبر 5 مجلات طبية أمريكية، وهذا بحد ذاته يمكن يحتاج إلى وقت وتدقيق، فكلمنا عن هذا الأمر. طبعاً في الطب أي بحث ينشر لازم يمر على 5 مجلات أو 6 مجلات في أمريكا، طبعاً في عدة مجلات لكن أتكلم عن الأكبر مجلات في أمريكا. عشان ينشر البحث لازم يمر على 2 خبراء، واحد منهم أنا وواحد منهم يكون مجهول الهوية علشان يكون بس للشفافية. أنت تراجع البحث هذا ممكن يأخذ منك يوم يومين، أنت سهل عندك تقول إن البحث هذا زين ولا مو زين، بس أنت لازم تحط ببالك لما تقول هذا البحث مو زين وغير قابل للنشر بالنسبة للمجلة، أنت تظلم ناس ممكن كانوا يشتغلون في هذا البحث لسنوات. فهذه مسؤولية وأمانة تحت الله، وبنفس الوقت إذا قبلت هذا اسمك فهذا دائما يأخذ مني كل الويكند مالتي. بس بصراحة وللأمانة كثير من أفكار أبحاثي اكتسبتها من مراجعة هذه الأبحاث، وكل طبيب اليوم لما يراجع الأبحاث يفهم الأمور، يعرف تتولد لديه أمور. وأنا بصراحة سعيد بالتجربة هذه وراح أكملها. مع العلم بالفترة الأخيرة صرت أعترض عن بعض الأبحاث، أقول ما عندي وقت، لأن الوقت حاسم في كل الأمور وفي شغلات تجي أولويات يعني بالأخير. نعم، خلنا شوي ندش في اختصاصك دكتور، كونك خبير في جميع الفحوصات القلب وخصوصا رنين المغناطيسي للقلب وأيضا الإيكو للقلب والأشعة المقطعية. يمكن القلب هو عضو الناس تشوفه من بعيد وما تعرف تفاصيله، لكن أنت قاعد تشتغل بشكل مباشر معه، فأكيد في التفاصيل وتحتاج العديد من الفحوصات وتوسع هذا المجال عشان تدرسون هذا العضو المهم اللي هو أساس الجسم كله. فشنو الفرق بين كل فحص والثاني ومتى بالضبط تستخدمونه؟ هذا السؤال very professional، شكرا على السؤال هذا. طبعا الحين عندنا، أنا اليوم لما يجيني المريض ويدخل علي بالعيادة عندي 4 فحوصات، مثلا عندي النووي، لكن عندي المقطعية، وعندي الرنين المغناطيسي، وعندي الإيكو القلب. أنا اليوم هني في أمريكا محاسب، إذا يدخل علي المريض ما أقدر أسوي له كل الفحوصات. أنا أدري بالنهاية إذا أسوي له كل الفحوصات راح أوصل للنتيجة، لكن أنا أبي أسوي الفحص الأمثل اللي جاوب للمريض على السؤال ليش هو جاي فيني، واللي جاوب على البروجنوزز مع المريض، يعني على المرض شلون راح ينتقل. فاختيار الفحص هي لعبة، أنا بالنسبة لي كأنهم أولادي كلهم موجودين، ولما يدخل علي واحد منهم عارف شنو يشتهي وشنو يأكل وشنو يفضل فأتكلم معاه. فكل فحص يختلف عن الثاني. اليوم ما عاد الإيكو والسونار القلب هو الفحص الأمثل لعضلة القلب. اليوم لما يكون عندك ارتجاع في الصمام الميترالي وضعف عضلة القلب، الرنين المغناطيسي الأفضل. اليوم يجيني واحد شباب بعمره بالأربعين سنة يشتكي من آلام صدرية، الأشعة المقطعية الأفضل من القسطرة. وكثير من الكلام طبعا الموضوع هني، الموضوع أنت ما تأخر المريض عن تشخيصه وتدخله في متاهات الفحوصات.
ياخذ التشخيص من اجل ياخذ العلاج من اجل يتحسن سريع. فالمواضيع شويه ماديه هني بالنسبه لهم، ويجب تكون عندنا نفس الشيء اهدار صح. المال في عده فحوصات قد تكون ما لها اهميه، ممكن تستخدم فحص واحد ويؤدي لنتيجه واحده وفي وقت مختصر. نعم صحيح دكتور. يعني لو بنتكلم عن المستقبل، يعني هل سيكون هناك طرق مختلفه في تشخيص امراض القلب، ولا ما زالت الطرق المعتاده المعروفه قديما؟ أعلنها عن طريق قناتكم، أعلنها عن طريق قناتكم في فحص اسمه الزنون MRI، الرنين المغناطيسي بالزنون، هذا يختص في القلب والرئة. هذا كان في طور الأبحاث في عدة جامعات، لكن ما في أي جامعة كملتها ووصلتها يعني نقول للطور الكامل. هني في ديوك أعطوني إياه من ضمن نقاشي معاهم، إنك أنت تقعد عندنا ولا ما تقعد، هم يعطونك عروض، نعطيك كذا ونعطيك كذا ونعطيك كذا، في من العروض المادية وفي من المناصب، لكن من ضمنها إن هذا الفحص اللي راح يتطور فيه لأول مرة بالعالم، هذا راح يكون من اهم فحوصات الرئه خصوصا للناس مرضى القلب، راح يكون يمكن يكون الاول عالميا اذا يعني ربنا وفق وسهل ومشت الامور نفس ما نبي. هذا شيء بالنسبه لي انا ساعات ما انام بالليل الفحص هذا بالنسبه لي، يمكن البعض ما يعرف شويه مو بالطب، هو اهم من كل شيء انجزته، اذا هذا انجزته انا كفايتي بالطب لحد هنا يعني. يا رب يا رب ان شاء الله ربي يعطيك مرادك ومناك يا دكتور. ما ودنا لقائنا يخلص وياك، لكن انت يعني يومك تو يبتدي واحنا تناصفنا اليوم، يعني الحين ساعتنا قربت على واحدة الظهر، فودي بس لو تضيف شيء قبل لا نختم هذا اللقاء معك. نعم. شنو ودك تقول دكتورة؟ هل الكويت سمعونك الحين؟ الكويت كلها تسمعك، شنو حاب تقول اليوم؟ اولا انا اشكر سيدي صاحب السمو حفظه الله ورعاه بابا صباح، عسى الله يطول بعمره ولي عهده الامين، واشكر بعد رئيس مجلس الامه ونائب رئيس مجلس الوزراء وكل الشعب الكويتي على المساعده، وحتى اصدقائي اللي في السكه وكل الناس. احب اوضح نقطه مهمه ثار فيها شويه جدل في وسائل التواصل الاجتماعي. فضل. الناس تسال هل هذا الطبيب كويتي ولا مو كويتي؟ طبعا انا ولدت بالكويت وكل اخواني ولدنا بالكويت، حصلنا على الجوازات الكويتيه الى عصر اني خلصت نص الطب، واجهنا صعوبه في تجديد الجواز الكويتي وطلعنا جواز من دول عربية أو من دول شقيقة، وكملنا مسيرتنا الطبية، أهدافنا كانت كبيرة، لكن لا أنا ما نلت شرف الحصول على الجنسية الكويتية. والدي كان يعني جندي بالكويت، إحنا كلنا جنود، أنا سفير الكويت اليوم هني، عمر الولاء بالنسبة لي ما كان يقاس بهذا الأمر، وما بيحول الحلقة لهذا الموضوع. أنا طبعا دائما هني موجود لأي واحد، ومن خلال قناتكم أعلنها وأقولها، أي مريض، وهذا اعتبرها انا زكاة للعلم ولوجه الله تعالى، يبي اي شيء، وهذا ليس تقصير في اطباء الكويت الموجودين هناك كلهم علماء، لكن اي واحد يبي اي شيء يتواصل معاكم، ممكن تشيرون كل الاكونتس مالي ويشرفني، وانا موجود هني وراح ابقى رافع رايه الكويت نفس ما وعدت قبل، وراح اكمل، وان شاء الله يا رب تكون لنا امور كثيره ووصل العلاقات اللي سويتها بالكويت، ونطور من جامعه الكويت ونطور من عده مستشفيات الكويت، ولو ان اللي هناك هم مقصرين. واشكركم، اشكر اختي الجميله واخوي الجميل، اشكر قناتكم الموقره، وان شاء الله يا رب الكويت تبقى حره ابيه، وان شاء الله نشوفكم على خير. على خير ان شاء الله. كل الشكر لك الدكتور فواز العنزي، بروفيسور امراض القلب والباطنيه من جامعه ديوك في الولايات المتحده الامريكيه. حوار شيق وجميل ينم عن خبره ومهاره ودرايه كامله بعلوم الطب، الى ان وصلت الى هذه المرحله. اليوم انت نموذج للشاب الطموح الذي يطمح اليوم إلى أن يصل إلى هذه المرتبة العالية من العلوم. عسى الله ينشر أبحاثك في كل مكان ويفيد فيك العلم والعلوم والمتعلمين إن شاء الله. نعم، وحلو أن يكون مثل هذه اللقاءات عبد الرحمن، تعطينا مو بس إحنا كمذيعين موجودين، أيضا لكل من يتابع هذا اللقاء، أنه هو يقول أنه فعلا إذا حطيت قدامي حلم ماكو شيء صعب. الآن حط حلمك مهما حاربوك ومهما يمكن الناس قللوا من حجم حلمك، لكن إذا كنت مصمم أنك توصل راح توصل. وبالنهاية بدام كلنا نحط مصلحتنا أو أحلامنا بالنهاية تخدم هذا البلد، فإن شاء الله ربي يوفق الجميع وين ما كانوا. كانت درعة جميلة إيجابية تملأها تفاؤل، وربي يوفق إن شاء الله الكل في خدمة الإنسان وخدمة البلد يا رب. نعم اللهم آمين. مشاهدينا نطلع فاصل ونكمل معاكم كويت اليوم.